الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا رغداء، والنهارده من قلب الحضانه هنبتدي ان احنا نعلم الاولاد ازاي يتعرفوا على الاشكال الهندسيه بسهوله، بس كمان في طريقه حلوه جدا هنبتدي ان احنا نتعامل بيها بالدقيق. هنعمل ايه بالدقيق؟ هنبهدل نفسنا بالدقيق وهنبتدي نتعرف على الاشكال الهندسيه بسهوله جدا. بس يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا معانا في القناه، ويا ريت كمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك. ويلا بينا نشوف هنقول ايه النهارده. دلوقتي بقى يا جماعه الكروت اللي معانا دي هنبتدي ان احنا نشرحها للولاد. طبعا الكروت دي موجوده في اي مكتبه وبتبقى فيها الاشكال الهندسيه. يلا بينا، انا هعرض كارت كارت كده. دي اسمها ايه؟ نجمة. يعني ايه؟ ستار. نجمة ايه؟ ستار. برافو. يلا بينا، دي اسمها ايه؟ دائرة. دي اسمها ايه يا عبد الرحمن؟ دائرة. يعني ايه؟ سيركل. برافو. يبقى دائرة ايه؟ سيركل. ده اسمه ايه؟ مربع. سكوير. برافو. مربع ايه؟ سكوير. ده هو مربع. لونه ايه المربع؟ ازرق. لونه ايه المربع ده؟ ازرق. لونه ايه يوسف؟ ازرق. ازرق. برافو. وايه؟ مستطيل. مستطيل ده لونه ايه يوسف؟ برتقالي. برافو. لونه ايه يا ملك؟ برتقالي. مستطيل اسمه ايه؟ برتقالي. مستطيل برتقالي. طب مين يعرف الشكل ده اسمه ايه؟ هلال. برافو. هلال. اسمه ايه؟ هلال. اسمه ايه يوسف؟ هلال. الهلال لونه ايه؟ احمر. احمر. احمر يعني ايه بالانجلش؟ ريد. برافو عليك، شاطر. الشكل ده اسمه ايه؟ مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. مثلث. المثلث صح؟ اسمه ايه؟ مثلث. مثلث جبنه. مثلث شبه الجبنه. شاطره يا ملك. مثلث جبنه صح يوسف؟ مثلث شبه الجبنه. الشكل ده اسمه ايه؟ حلزون. حلزون. اسمه ايه؟ حلزون. برافو. مين يعرف بقى الشكل ده؟ معين. برافو عليك يا اياد. لونه ايه المعين ده؟ معين. بامبي. صح، البنات بتحبه. صح، برافو علينا. دلوقتي احنا مستعدين بقى. دلوقتي يا جماعه بعد ما اتعرفنا على الاشكال زي ما انتم شايفين، دلوقتي يا جماعه هنجيب اي طبق عندنا وهنبتدي نحط فيه الدقيق، وممكن كمان ان احنا نستعمل النشا. الولاد طبعا بتحب ان هي تستعمل الدقيق او النشا في اللعب بتاعها. وهنبتدي نتعرف على الاشكال. ده شكل ايه قلنا؟ دائره. دائره. برافو. يلا اعمل دائره. برافو عليك. يلا اعمل كمان دائره. يلا بيبو اعمل دائره. دي اعمل دائره. يلا زي دي. برافو بيبو، حلوه قوي. شطور بيبو. يلا يا ملوكة. برافو عليك يا ملوكة. ده اسمه ايه؟ مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. مثلث. يلا اعمل مثلث. انا معرفش اعمل حاجه. هيعمل مثلث. ايوه شاطر. برافو شاطر يا اياد. واياد بدا ان هو يعمل مثلث. يلا اعمل ده. دائرة. ده دائرة. مش عارف يعمل. انا ببعض. طيب. انا اعمل دائرة. طيب. وقال لي انا حاجة تانية. ايه؟ هلال. هلال. يلا اعمل هلال كده. برافو شاطر. تعال اعمل هلال. يلا انت. بيبو. شاطر. برافو عليك. بيبو كبير. بيبو كبير. ده اسمه ايه؟ ملعب. اسمه ايه؟ مستطيل. مستطيل. يلا اعمل مستطيل. شاطر. انزل بابي. اوه شاطر يا اياد. طب يلا. ده اسمه ايه؟ حلزون. حلزون. يلا اعمل. طب هات ايدك هنا. اعمل حلزون. شاطر. حلزون. نعمل حلزون. شاطر. حلزون.
محدش وسادش الجن ده اسمه ايه؟ مربع. انا من شاطر مربع حلو. يلا يا عبد الرحمن هنعمل المربع. تعالى هنا حط ايدك هنا. مثلث. ده اسمه ايه؟ مثلث. يعمل مثلث. انا عملت سمكه. هذا اعمله بداله. يلا اعمل مثلث. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا معانا في القناه، ويا ريت كمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك. يلا باي باي. قولوا باي باي. باي باي.